رجعت معكم مشاهدينا. اليوم انا ودلال بالكوكينج. مزبوط انا قاعده عن بعد، كمان نحن باستوديو عم ناخذ حذر قد ما فينا. بونجور دلال، هاي تينا، كيفك اليوم؟ صافا وانت؟ هيك عندك كل الاسباس لك اليوم. ايه هلا وبعدين ما بشتاق لك كثير، لا بعدك حدي، المهم انه تضلك حدي. لا نحن دائما رح نكون حد بعض. ايه ثانك يو. اليوم خبرتيني شوي على الوصفه. ايه اليوم هيك عامله وصفه اكيد العديد من المشاهدين حيحبوها، هي فتت الباذنجان مع تمر الهندي، لانه امبارح خبرنا المشاهدين انه اليوم وصفتنا حتكون مع تمر الهندي. من شو معموله هيك سريعا؟ بعرف انه فتت الباذنجان عم نحكي على باذنجان، بس اليوم عبالنا نطلع شوي من العاده، اليوم عم بحكي على الباذنجان المدعبل الكبير يلي قطعته، ضفت له شويه من الملح بالاضافه لبهار الابيض والاسود، بدي اعمله باني ودخله على الفرن. اليوم عم بحكي على الخبز يلي كمان عبالي اشتغل بخبز المرقوق. حلو. يلي بدي لطهم بالزيت والسماق، بدي ادخلهم على الفرن. بنرجع بدنا نقلي بصل ولحمه مفرومه، اليوم تقليلي انا ما عبالي لحمه ريديس دجاج او حتى فينا خضره، يعني فينا نكتفي هون بس بالباذنجان ونزيد الحمص. بدنا نضيف شويه من السماق، شويه من عصير بندوره، بالاضافه للتمر الهندي، لانه برجع بقول انه وصفه اليوم هي تمر الهندي. على جنب ما بدي انسى اللبن مع الطحينه المتون، واليوم عبالي هيك زين بالرمان مش بصنوبر ابدا. خلينا هيك نبلش سريعا. نبلش سريعا لانه عندنا سحبه وحده، فبدنا نوصل للاخر نشوف الطبق كيف رح يطلع بالاخر. سو الباذنجان الحلو قلت انه عم نعمله باني هالمره، اليوم عم بعمله باني. بس قبل الباذنجان اليوم حبيت، بتعرفي نحن وقت نقول فتة تينا نحن بنقلي الخبز، مظبوط. اليوم بدي اشوي، اليوم ما عم بقلي، بدي اشوي. اليوم حبيت جيب خبز المرقوق او حيلا نوع من الخبز يلي عنا اياه بالبيت. فوالا قطعته بهيدي الطريقه، اليوم حتى قطعتهم كبار لانه الباذنجانات كبار. على جنب في عندي بيبول، شويه من زيت الزيتون مع شويه من السماق، شويه من الملح، بدي امزجهم كلهم سوا وبدي ادهن الخبز. اليوم عم بحكي على خبز ابيض اسمر، حيلا نوع من الخبز يلي بنحبه، فينا نفرمه صغير. بس حلوه فكره المرقوق. المرقوق ايه طيب، طيب المرقوق كثير طيب معهم. سو زيت زيتون، سماق وشوية ملح. شوية ملح. ندهن الخبزات قبل ما نفوتهم على الفرن. وهو لأنه المرقوق رح يتحمصوا بسرعة، يعني رح يتحمصوا بسرعة، ما بدنا نحطه أكثر من 5 دقائق يعني، بس لهيك تاخذ طعمة ويصيروا شوي يقرشوا. اوكي. مش أكثر. وبنفس الوقت ما بنكون عم نقليهم، ما بنكون عم نقليهم. بفتكر انه هلا ليه المشاهدين، خلينا نشيل هيدي، اكتفي باربعه. بفتكر ليه العال، هلا هو ما في اطيب من الخبز المقلي صراحه. مزبوط. يعني اطيب يعني اكيد، يعني هيدا شوا بالنهايه من المشوي، بس ما عليه لانه اليوم حبيت اشويتينا. خليني هيك اعطي نكهه للخبز. فوالا حميت الفرن وبدي ادخل وصفتي، مش اكثر من 5 دقائق، ما بدي اياهم يحترقوا. لكن اول ستيب هي الخبز يلي هون عم نشوفه، يلي بدي شبعه زيت وسماق، يلي حدخله على الفرن. تاني ستيب بدي انتقل، لكن تاني ستيب حاشتغل بشغلتين سوا، شو رايك؟ شو هن؟ هن اعمل الباذنجان بانيه. لما بنعمل باذنجان بانيه بضل عنا وقت. لما نقول بانيه بالفرن، بالفرن مشويين يعني. مشويين صح، يعني في ليون اكيد اطيب كمان، بس مع انه عايشين بالبيت كل حرب ناكل، خلينا نشويهم. لا ما عم نعمل شيء غير ناكل. لكن جبنا الباذنجانه مثل ما هون عم نشوف، ضفنا لها شويه من الملح، شويه من البهار الابيض. بدي اليوم بدي اقول للمشاهدين، اذا انا اليوم الباذنجان برش له ملح، بحطه بمصفيه لمده ساعتين ليبق المي. بعدين عم بعمله باني، مش دغري بقطعه بعمله باني، لا، لانه كيف ما كان الباذنجان بضل يبق مي، وهيك خاصه اذا بدي اقليه هيك ما بيشرب زيت. لكن عم نشتغل بهيدي الطريقة. شو أول شي منلطه بالطحين؟ أول شي منلطه بالطحين.
اوكي. ثاني شيء بالبيض. لكن عم نعمل هلا باذنجان بانيه، بتقولي لي انا ما بحب اعمله بانيه، اشتغله عادي. بس حبيت انا هالفكره. طلعنا شوي هيك من العادة. ما كنت عارفة انه بيطلع بانيه بالفرن. بيطلع، انا كثير بعمل سمك بانيه بالفرن كثير طيب، بعمل كثير قصص بانيه بالفرن. فوالا. وبنزيد لهم شيء زيت او شيء على وجههم او ما مش ضروري، مش ضروري، انا ما بزيد لهم شيء ابدا. اوكي. سو مثل العادة، لكن البانيه اول شيء طحين، بعدين البيض المخفوق، وبعدين الكعك بالاخر. الكعك صح. ما حطينا زيت، في حط في ما حط. سو كل شرحه بنعيد نفس الستبس. صح. طحين، بيض، كعك. حبيت كيف تركتي العنق. ايه انا كثير بحب مهضومة. العنق. مهضومه. ايه. نرجع البيض، هلا فينا نشتغل. وهي كمان هيك نمسك ال نمسك، ايه فينا نشتغلها بال هعمل بعد وحده واكتفي هون. لما تخلص الحلقه انا هعملت الباذنجان. فوالا. فينا نحط ورقه الزبده بعد. خلينا نعمل وحده. اكتفي بوحده. قول بدهم شوية وقت مش هيك؟ ايه بدهم شوية بس كمان مش كتير. تينا هاكتفي هون، ظهر الخبز وأوضع باذنجان. هو أطيب شي الباذنجان المقلي، كثير طيب. اليوم عاملين بانيه مشوي. ولا حكتفي هون. هننطر دقيقة لنظهر الخبز، خلينا نشيل الأغراض من هون. اليوم نرجع بنذكر عم نعمل فتة باذنجان مختلفة شوي عن العادة، يعني ديجا الباذنجان عملناها هيك نعمله بانيه بالفرن. صح. إذا مش حابين تقلوا أكيد حتى فينا الباذنجان الصغير أنا جبت بس ما عملت، بلكي هلا إذا عندنا وقت كمان بنقصهم بنفس الطريقة. بنقصهم، خلينا نعمل وحدة برجيها للمشاهدين. والخبز بدل ما يكون خبز محمص، هيدي الباذنجان تينا قطعتها بهيدي الطريقة، أنا كمان بشتغلها هيك. خلينا نعمل وحدة بانيه، ما بعرف قد ايه بعد عنا وقت. شو وقتنا؟ عشر دقايق. اوكي بعد منلحي. سو هيدي الباذنجانة الصغيرة مثل ما هي بالقشرة قطعتها شوي، يعني فتحتها ايه. بالنص، ضليت خليتها معلقة ما قطعتها كلها. هلا كمان بدي اعملها فانيه. فوالا. لكن خلينا نرجع نفرجي المشاهدين مثل ما هي، فتحتها بهيدي الطريقه، خليت العنق اكيد غسلتها كثير منيح، بدي مثل ما هي ارجع لتها بالطحين. مش ضروري جوا يفوت ال مش ضروري الطحين والكعك وهيك. هلا هي ما بتكمش كثير لانه فيها جلده، يعني فينا نقشرها اذا بدنا. بدي لتها منيح بيض. أنا خايفة على الخبزات دلاجة. يلا رح نشيله لأنه بلشت تطلع ريحة التحميص. يلا خبزاتنا حلوين اليوم. أي ما بدنا نحرقهم. خبز المرقوق ومدهون عليه زيت الزيتون مع السماق. فوالا. هندخل هنشيل صينية ونحط صينية، شو رأيك؟ يوم نهار الصواني منفوت الباذنجان. صح. ياخذ وقته. شو حلوين. هلا بينشفوا. بينوا عليكم الخبزات. فوالا. اخذين لون محمصين وشايفين السماق عليهم.
ولا هلا انا هاتين 10 حقامين، رح جيب طنجره حط شويه من زيت الزيتون. شو عم بعمل هلا؟ هلا من بعد ما وضعنا الدجاج اليوم كنت عم بعمل دجاج مش الباذنجان اللي عملتهم بانيه، بدي اقول انه هيدي وصفه انا بعملها مع الكوسه كمان طيبه. من بعد ما اشتغلنا بانيه بالباذنجان يلي فينا نقشره، فينا نشتغله صغير، فينا نشتغله كوبات كمان، كوبات كبار يعني مثل ما بدنا. اليوم بدي اقول انه عملناهم بانيه لتنيهم بالطحين، رجعنا بالبيض يلي ضفنا له ملح وبهار ابيض بهار اسود، رجعنا كعك دخلتهم على الفرن، في يحط لهم ورقه الزبده، في يحط لهم شويه من الزيت، في اشتغلهم بهيدي الطريقه، انا بشويهم بلا زيت بلا شيء. ما بدي انسى الخبز يلي كمان اشتغلناه، هلا بنشيله هذا سخنه تنحطه هون لنقدر ولا هيدا الخبز يلي بده انطر دقيقتين لشيلها يلي تحمص وبنكهته. وبعدين بدي اقول انه حتى اليوم اذا انا عبالي اكل بالبيت صحن لبنه مثلا عشيه، حلو انه هيدا الخبز المرقوق حط له شويه سماق وزيت زيتون دخله على الفرن، يعني هيدا خبز كثير طيب ناكله مع اللبنه او الجبنه او حتى حيلا شيء عنا اياه كمان بيطلع طيب. عم نحط البصل. شو عم بعمل هلا؟ هلا عم بعمل اللحمه يلي هي الصوص تبع الفته. من شو معموله؟ معموله من بصل، من لحمه. اليوم حتى انا بدي اقول انه هيدي وصفه اوقات بشتغلها بالكفته، يعني حلو. جيب كفته وبشتغلها بتطلع طيبه كثير كمان. حطينا بصل، خلينا نحط اللحمه لضيق الوقت. اليوم عم بحكي لحمة مفرومة أو كفتة أو دجاج أو قريدس أو حمص، يعني أنا بعمل كتير فتة حمص وباذنجان. سو إذا حطينا الحمص كمان نعملها مع البصل مع لا صلصة البندورة ولا لا؟ فينا نعملها مع البصل صلصة البندورة، فينا قلي بصل حط الصلصة حط شوية من الحمص، أكيد اليوم عم بحكي على حمص حب مستوي أكيد. بدي اذكر انه اليوم وصفتي بتتميز بالتمر الهندي. التمر الهندي رح نزيده مع على البندوره مع عصير البندوره. هلا بضل عندي اللبن يلي بدي احكي عنه كمان، لبن يلي بدي اضيف له شويه من الطحينه. واليوم انا بدي اقول للمشاهدين انه انا بالفته يلي بشتغلها ما بسخن اللبن تينا، بسخن اللحمه صوص اللحمه، او اذا حتى عم بشتغل بالحمص او حمص سخن، سخن. الباذنجان فيه سخنهم شوي بالفرن فيه اكلهم عادي يعني هاي تمبراتور امبيون، اللبن بتركه بارد. بس اللبن دافي يعني بدي اشيله من البراد قبل بوقت أوكي. مش بشيله بحطه على الوصفه. شو بدي اعمل؟ بدي صفيه حطه بمصفايه وضف له ملعقتين من الطحينه. هلا اليوم لكل مين بقول انا ما بحب تمر الهندي، بدي اقول انه انا بعمل هيدي الوصفه هي زيتها بس بستبدل التمر الهندي بدبس الرمان يلي كمان بتطلع طيبه كثير كثير. لكن عم نضيف الملح، شويه من بهار الابيض وبصله، لحمه مفرومه، ملح وبهار رح نزيد هلا، شوية من السما، كثير بيلبق السما. بعدين بحط أول ما تبلش تستوي اللحمة تينا بحط العصير البندورة مع التمر الهندي. دقيقتين حنطل على الباذنجان، واليوم بتقولي لي انا ما عبالي اعمل باذنجان بانيه، بقول لك انه هيدي وصفه في اقلي الباذنجان العادي يعني لتهم بطحين واقليهم، في اشوي الباذنجان، في اعمل مثل ما بدي. حلو، سو هون عملنا قلية البصل مع اللحمة. حتى بدي اقول كمان تينا انه في جيب الباذنجان احشيهم لحمة اشتغلهم وكمان احط عليهم اشتغلها كفتة كفي بالبندورة واللبن هيك فوالا. سو هلا كيف رح نقدمها؟ يلا دقيقتين بنحط البومي العصير البندوره، بدنا نقدمها اليوم بتمعن الفخاره مهضومه
بدي احط الباذنجانات. اوكي. بعدين بدي احط الخبز. بس بدنا نحط الباذنجان قبل، بدنا نرجع نحط الخبز، بدنا نحط بالنص اللحمه، بنرجع بنختم بشويه من اللبن مع الطحينه يلي كمان ضفت له شويه من الثوم، ما بدي انسى الملح كمان، وبدي زين بالرمان. حلو. انا بحب الفته لما يكون في مزيج بين صلصه البندوره واللبن. واللبن طيب. بيطلع طيب كمان. لكن نحن رح نكفي وصفتنا، بس خلينا قبل بس نزيد يلا تمر. فقلنا هون يا تمر هندي يا دبس الرمان. هلا انا حطيت تمر هندي. اوكي. بدي اتركهم على النار بعد 10 دقائق، بدي شيل ما بدي انسى الباذنجان من الفرن، بدي زيد الطحينه على اللبن يلي ضفت له ثوم وضفت له ملح. اليوم بتقولي لي انا ما بحب الطحينه، بقول لك انه انا وقت اللبن بصفي ما بحط له شيء، مش ضروري يعني. بس كيف بتصفي؟ بتحطيه بالمصفيه؟ بحطه بالمصفيه او بكيس. او بكيس تينزل يعني ميته. اذا عندنا كيس بالبيت يلي بنروق فيه اكيد احسن بكثير، هيك بيطلع سميك. صح. او بنزيد له شويه طحينه كمان. او بنزيد له طحينه وشويه ملح. وشويه ملح وثوم، احنا حطينا ثوم بقلبه. ثوم اكيد. رح ناخذ وقفه مشاهدينا، بس ضلكم معنا تنشوف كيف طلعت الفته. طلعت الفته، فته باذنجان بانيه، الخبز مرقوق مع زيت الزيتون والسماق، كثير حلو البرزنتيشن. هلا بدي اقول انه الباذنجان بده بعد شوي بالفرن. أكيد. بس معلي لضيق الوقت حبينا نوصل الفكره للمشاهدين. اكيد اكيد. وحبينا هيك نقدمها اليوم بهيدي الطريقه، وحط لها شويه، نزينها بشويه من البقدونس والرمان. كثير حلو الرمان على الوجه، والخضار كمان طالع حلو. ومثل ما شفنا انه انطبخت قبل اللحمه مع البصله وصلصه البندوره، مع اليوم حطينا التمر هندي. اليوم حطينا تمر هندي، بس اكيد فينا نستبدل بدبس الرمان مثل ما قلنا، او نشتغلها هيك عاديه يعني. عاديه، ما بننسى اكيد اللبن انه كسرينه بشويه طحينه والثوم. ضفنا له شويه طيب من الثوم، الثوم المذوق اكيد. هي. شويه من الملح كمان. وهي هي يعني فتة سهلة وسريعة. بنرجع بنقول إذا أنا اليوم صايمة عن اللحمة، ما عم بالي آكل لحمة، في وقف هون يعني اشتغل بالحمص بذات الطريقة. ضيف أكيد اليوم عم بحكي على حمص مسلوق أكيد مش ني، وكثير طيب. بدي أقول إنه حتى الحمص والباذنجان يلي مزجناهم سوا كمان كثير طيبين. هلا أكيد كانت تطلع أحلى لو الباذنجان تركناه شوي أكثر بالفرن، بس معني بس لانه لنقدر هيك نوصل الفكره. مش مشكله، هو فينا نعمله قبل بوقت، هن والخبزات واللبن كمان يعني كله فينا نحضره قبل بوقت ومنقدمه اخر دقيقه وبنشرب معه التمر هندي كمان. كثير حلوه هالوصفه دلال، ثانك يو. بكره رح نكون سوا. صح، بكره وصفه جديده اكيد اكيد. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومكافينا لايف.